أحياكم الله وأحياكم وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم وذخرا للأمة أعدكم، تعلون صروحها، تضمدون جروحها، وتداوون قروحها. قدمت بين يدي هذا الحفل الكريم لأشرف بالترحيب بكم، وأشرف أيضا لأن أكون همزة الوصل التي تصل جيل الطموح بجيل البناء. كلفت ولست بخيركم، كلفت لأن أكون الجسر الذي يلتقي على متنه علم العاملين بطموح المتطوعين. أيها الإخوة، بما أننا نتحدث في هذا البرنامج أو في هذا المشروع نفع، وفي الحديث الموضوع خير الناس أنفعهم للناس، الإنسان موفق، وكما تعلمون وفقني الله إياكم، أنا لا نريد كثير كلام وإنما نريد عمل. وقبل أن أختم أريد أن أؤكد على قضية هامة، وأن نحن أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أن نقدم أعمال نوعية في ظل الهجمة الشرسة الإعلامية بالمقام الأول على مقومات ديننا، ثم الأمر الأخطر من ذلك هو قبول المجتمع لهذه. يا أحبابي، أنا أقولها وأنا والله صادق، وكنت قد قلتها لبعض الإخوة وأنا كنت معهم بعدما استضافنا الإخوة الكرام في المجلس هنا. احرص أن تضع لبنات لك في أي عمل يؤسس. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة مشروع نفع مشروع عظيم جدا، وأخذ من اسمه تفاؤلا بإذن الله، وأتوقع بإذن الله عز وجل أن يكون بإذن الله برنامجا نوعيا لا مثيل له بإذن الله عز وجل، وسيحقق بإذن الله ما يصبون إخواننا إليه. حقيقة أعجبني حضور الإخوة الشباب، أسأل الله ينفع بهم ويسددهم، كذلك الإخوة القائمون على المشروع بيض الله وجوههم، حقيقة في تقديمهم دلالة على أنهم دارسون دراسة جيدة ومنسق، وأنهم بإذن الله على هبة الاستعداد للعمل بهذا الأمر الذي يخدم رسالة المكتب في تبليغ دين الله عز وجل. أسأل الله أن يسددهم وأن يبارك جهودهم. شكري الخاص للمشرف على البرنامج الشيخ سليمان حربان، وكذلك الشيخ عبد الله ومعهم فريق العمل الذين أبدوا استعدادهم بإذن الله عز وجل أن يقوموا بهذا البرنامج على أفضل وجه بإذن الله. فنسأل الله لهم مزيدا من التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشرفت هذه الليلة بزيارة الإخوة في افتتاح برنامج نفع، وهو باسمه نفع في ذاته ونفع لغيره، فأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن نرى ثمار هذا البرنامج في المجتمع المتعطش لمثل هذه البرامج النوعية الرائعة. أشكر الإخوة القائمين عليه، أشكر الشيخ سليمان حربان، أشكر الشيخ عبد الله قنوي وجميع الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله للإخوة القائمين على برنامج نفع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وهذا البرنامج هو أول برنامج نوعي في منطقة عسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن ينفع القائمين عليه، وأن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم. نهيب بالإخوة أن يقدموا لأنفسهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، والأعمال التطوعية من أنفع الأعمال بين يدي الله تبارك وتعالى. لا يسعني إلا أن أشكر المكتب التعاوني والقائمين عليه على هذه البرامج المباركة، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر المثوبة، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى أن خرج هذا المشروع مشروع نفع للنور، ونسأل الله العلي من القائمين عليه التوفيق والسداد. نشكر المكتب التعاوني الذي هيأ لإخواننا في هذا المشروع جميع السبل والوسائل التي تعين على خدمة
دين الله سبحانه وتعالى، خدمة المجتمع، خدمة هذه المحافظة، محافظة خميس مشيط، أيضا نهيب بكل من يرى ويسمع عن هذا المشروع أو هذا البرنامج أن يدعمه سواء بالمال أو بالفكرة. نهيب بالتجار أصحاب الأموال أن يدعموا هذا المشروع ليكون لهم بصمة نفع لدين الله سبحانه وتعالى. لا نسعنا إلا أن نشكر المكتب التعاوني، نشكر المشايخ القائمين على هذا المشروع، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج نفع، نسأل الله أن ينفع به وأن يجعل له من مسماه نصيب. تم تدشينه في عام 1434 في شهر ربيع الآخر في يومه الأول. برنامج نفع الواقع والمأمول، أما الواقع فلا زال وليدا حتى اللحظة، وأما المأمول فأن يكون هو نفسه واقعا يعيشه الناس ويكبر مع أمانيهم وطموحهم وآمالهم. نأمل أن يكون المستقبل كله مع برنامج نفع. يهدف نفع إلى العناية بالأعمال التطوعية الدعوية وتدريب ما لا يقل عن 40 شابا كل سنتين، ليكون لهم قدم صدق في واقع الناس والدعوة، وليكون لهم عند الله المكان والحظوة. والتطوع يوم أن ترعاه مؤسسة خيرية أو مكاتب دعوية، فلا تسأل عن النفع ولا تسأل عن الصناعة ولا تسأل عن الوجهة، فقط تطوعوا لنفع، اجمعوا لآخرتكم من نفع، وابتسموا فأنتم في نفع.